ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لبائعة مسمنة بالمدينة القديمة لمدينة مراكش وهي تخاطب سائحا برتغاليا باللغة الإنجليزية بكل طلاقة وبعض الكلمات من البرتغالية، وأثارت المعنية بالأمر التي وصفها رواد العالم الافتراضي بالمرأة المغربية الحرة إعجاب نشطاء عبر الفيسبوك والسائح البرتغالي الذي تفاجأ بطلاقة لسانها في الوقت الذي علق البعض على الثمن الذي استخلصته من السائح والذي اعتبروه جد مرتفع بالمقارنة مع السعر العادي للمسمن المعمر الذي لا يتجاوز في أحسن الأحوال 8 دراهم. What is this? This is Moroccan pizza. Moroccan pizza? Yes, onion, tomatoes, paprika, and cheese. Oh wow! Delicious. You said onion, tomatoes? Yes, paprika, and cheese. Okay, I want one please. One, okay. How spicy? A little bit. Olive? Yes. How much? Cheese? Yes. 15, 15. Okay, yes, 15 is good.